مساء الخير على حضراتكم، وأهلا بيكم يا غاليين في حلقة جديدة من برنامج لايف مع الجرير. نواصل الحلقات المسجلة، وإن شاء الله هنكون معكم في أقرب فرصة في بث مباشر، ربما يكون الخميس أو الجمعة بإذن الله، يا رب يكون الخميس عشان نسهر سهرتنا الحلوة معكم يا غاليين. الأحداث غريبة جدا في نادي الزمالك، ما بين يعني أحداث تفاؤل واحداث تشاؤم واحداث غريبه، ولكن مش عارف اقول ايه. هذا هو حال نادي الزمالك وقدر نادي الزمالك. بعتز جدا بالناس اللي بتثق في كلمه قناه الجريء، وبتمنى يا رب نكون دايما على العهد معكم. لذلك انا والله غصب عني يعني يمكن داخل البيت بقى لي ربع ساعه تقريبا بالنهار، بحاول مع الاصدقاء المتعاونين ان احنا نجهز الاعداد لاهم القضايا جديدة في نادي الزمالك، أو ربع ساعة وهسجل معاكم، وأكيد طبعا هطلع بعد الساعة 10، ولكن تحملوني لحين ما ناخد أجازة ونتفرغ كده، وإن شاء الله يكون كل الخير نادي الزمالك. من شغل الإعلام بره في أوروبا صعب شوية يعني، معلش. زائد إن إحنا بنجهز حدث إعلامي عالمي ضخم، مش هتكلم فيه، ولكن إن شاء الله هتكلم مع أصدقائنا في مجلس الإدارة المكتب التنفيذي إن شاء الله في الاجتماع القادم. امبارح بالليل والنهارده الصبح كنت سعيد جدا ومتفائل. ليه؟ الاصدقاء قالوا لي ان المستشار مرتضى منصور ما طلعش في قناه الحدث، وطلع معاه ثلاثه اربعه من اللي بيشتغلوا في اللجنه الاعلاميه بتاعت نادي الزمالك، اللي رئيس تحرير المجله، واللي ماسك الموقع الالكتروني، واللي شغال بيقبض، وخلاص يعني كلهم على عيننا وعلى راسنا. وقالوا لي ان المستشار مرتضى منصور اتخذ اتجاه جديد، انه يطلع المستشار العسال مكانه. وقالوا لي المستشار العسال قال ايه؟ قالوا لي بالرغم ان كلامه يعني مش مترتب مع بعضه، وبيحاول يقلد مرتضى منصور، واهو اهي محاوله جيده ان احنا نخف من طلوع مرتضى منصور على المايك ودخوله في معارك وهي ليس لها اي قيمه. ففرحت والله، قلت والله خطوه كويسه. انا النهارده اول ما هبتدي الفيديو بتاعي هوجه شكر لمرتضى منصور ان هو ما طلعش. هقول له هو والعسال يا ريت تطلعوا المتحدث الرسمي المحترم جدا الاستاذ احمد مرتضى منصور، اللي طلع له قرار من مجلس اداره ان هو المتحدث الرسمي. كان بعد الظهر فوجئت بكم رسائل واتصالات وبتاع، الناس عم تتصور ده مرتضى كان طالع امبارح لقناه الحدث، بس كان تقريبا بياخدوا اذن احدى الجهات قبل ما يقصوا له الكلام بتاعه، دقيقتين من هنا ثلاثه من هنا دقيقتين من هنا يخبط عمرو اديب. احاول في الاخر اقول لكم اهم الحاجات اللي اتكلم فيها، ولكن ايه اللي طلعه؟ لسه امبارح ولسه اول امبارح. يعني انا فقدت الامل في ان المستشار مرتضى منصور هيتغير، واعتقد ان اي شخص محترم بيحب نادي الزمالك وبيحب مرتضى منصور مش عاجبه الطريقه اللي بيطلع بيها دي. ومش عارف، عندي احساس غريب، اللهم اجعله خير، ان مرتضى منصور عارف حاجه هتحصل له قريب وبيحاول يغلوش بكل الطرق. يقول لك بقى ايه، اشوفه عشان انا كنت كل يوم بعمل كذا كده. احساس مش يقين، ولكن ربنا يستر. اتمنى ان هو حتى لو هو في ضمن الصفقه في حاجه زي كده، اعمل خير واعمل حب، ازرع حب قبل ما الفاستيج في الراس. الموضوع غريب جدا. ولا على كل حال، رساله المستشار مرتضى منصور، ورساله العسال، ورساله لقناه الحدث. قناه الحدث مش قادره تجيب حد لاعب كره من نادي الزمالك او حد محترم من نادي الزمالك تجيبه تقعده تساله. يعني هو ما فيش غير اللجنه الاعلاميه اللي بيشتغل فيها المذيع وبيشتغل فيها الثلاثه اللي قاعدين، ويجي يدخل المستشار العسال اللي هو بيشتغل في نادي الزمالك ويدخل. يعني هو نادي الزمالك توقف عند الناس اللي بتقبض من نادي الزمالك؟ فلو عايزين يعني الناس تحترمكم، دخلوا لاعب محترم، دخلوا نجم معتزل، دخلوا مدرب قدير، يعني حاجات زي كده. الرساله الثانيه، عايزين نشوف احمد مرتضى منصور. مش معقول احمد مرتضى منصور متحدث رسمي على الورق، المستشار مرتضى وابنه واكلين الاحاديث في كل حته.
حاجة تالتة، ايه كانت قناة الحدث اللي ما بتجيبش الحوار كله بتاع المستشار مرتضى منصور؟ هي الحوارات بتعدي على جهات، تقول ده يتقال وده ما يتقالش، لما هو يقعد يتكلم ساعة ونص وبعدين يطلع 5 3 دقايق من هنا و3 دقايق كلهم ما تجمعهمش على بعض 12 13 دقيقة، برضه ما دي إهانة لرئيس نادي الزمالك. على كل حال هقول لكم في آخر البث ملخص الكلام اللي قاله، لكن أنا مصدوم، أنا أقسم بالله العظيم مصدوم والله. كنت متفائل لما عرفت ان هو ما طلعش، قلت بركه يا جامع، في يوم مرتضى منصور هيتوقف وياخد انفاسه، ربما يراجع نفسه في الاسلوب اللي بيعمله. على كل حال حسبنا الله ونعم الوكيل. بنفكر بس المستشار مرتضى منصور بدلا من المعارك الجانبيه اللي ما بتجيبش اي نتيجه، وشتيمه هنا وشتيمه هنا وتزيد القضايا وتزيد البلاوي، بنفكرك بالعهود الانسانيه اللي حضرتك اخذتها على نفسك وخذلتنا فيها، بنفكرك بموضوع زوجة المرحوم علاء علي اللي قلت بيها مرتب شهري وما بتاخدش أي حاجة، بنفكرك بموضوع أشرف قاسم اللي قلت علاجه على حساب النادي وما حصلش أي حاجة، بنفكرك بالطلب اللي إحنا طلبناه، يعني قلنا لك كلمة نبوس على راسك اللي حضرتك تقولها تاني يوم، وفي موضوع أيمن حفني وما عملتش أي حاجة، بنفكرك بموضوع حامل القرارات المغربي اللي قلت هتعزمه وما زالت الفرصة قائمة، أعزمه في أي وقت يجي مصر ويروح الأهرامات ويروح شرم الشيخ، أعزمه. يعني الرجال من كلامهم والكلمه سيف على رقبه الراجل. انت وعدت وقلت في 13 فيديو مسجل ان انت عزمت الولد واسرته. انا عارف ان دلوقتي لما هنقعد نضغط عليك كل يوم هتطلع تقول ايه، اصل هم ما لقوش فيزا، اصل الطيران ما كانش فيه. الفرصه قائمه في اي وقت ان انت تكون كلامك بتعمله، وان انت تكون وطني زي ما بتقول، وبتشرف مصر بعد اللي عمله الكابتن مدحت عبد الله. ندخل سريعا في اخبارنا ونقول رحيل التوأم عن تدريب سيد البلد. انباء ترددت اليوم بقوه عن رحيل حسام مكرم حسن عن قياده فريق الاتحاد السكندري خلال الفتره المقبله، وتحديدا عقب مواجهه الاسماعيلي في الدوري الممتاز. محمد مصالحي رئيس النادي هيدفع تقريبا الشرط الجزائي من اجل اقاله جهاز حسام حسن 3 مليون و600 الف حاجه زي كده. هناك كلام ان اخ اسمه ايه نحاس، مش عارف اسمه ايه، نحاس، عماد نحاس تقريبا، هو اللي هيمسك الاتحاد السكندري، وربنا يذكر يعني يكون في عون الاسكندرانيه لو تولى هذا المدرب هذا الامر. حسام حسن تولى فريق الاتحاد السكندري هذا الموسم، هو المركز التاسع 14 نقطه، خد 13 مباراه، فاز في 3 وخسر 3 وتعادل في 5 لقاءات، واحرز لاعبيه 16 هدف. اعتزل شباك الفريق 18 هدف. على كل حال بالتوفيق لحسام حسن وبالتوفيق للي يتولى المسؤوليه في نادي الاتحاد السكندري. للاسف بقى لي يومين وده اليوم الثالث اللي مش قادر اقول اخبار الفرق الرياضيه في قطاع الناشئين لكره القدم، والالعاب الصالات هبوط سريع في نتائج الفرق دي بشكل مفاجئ. هسيبني من قطاع الناشئين لكره القدم وهتكلم على العاب الصالات. العاب الصالات اللي الناس كانت بتضرب بيها مثلا، ما فرق الصالات هي بتكسب وما بياخدوش فلوس، وبتوع الكوره هو بيتعاملوا. انتوا عارفين ان احنا في خلال 5 ايام تلقينا 4 هزائم من النادي الاهلي في العاب الصالات، الفوز الوحيد لرجال كره اليد. يعني حدث ولا حرج في كره السله، الاهلي والزمالك، الاهلي فاز 77 67 الجوله الثالثه من الدوره المجمعه المرحله الاخيره كاس مصر. الاهلي ده وصل مرحله نهائيه وبعدها فاز على الاتحاد وطول باللقب، والزمالك الثالث والميداليه البرونزيه. كره الطايره، مباراه بالمرحله الترتيبيه بتاعت الدوري الممتاز انتهت بفوز الاهلي 3-0، والاهلي كده عمل المرحله الاولانيه كلها بدون هزائم، والزمالك تراجع رصيده الى 11 نقطه في المركز الثالث. سيدات الاهلي مع سيدات الزمالك امبارح، فازوا على سيدات الزمالك 35-17، يعني شيء غريب ونتائج غريبه جدا. الفوز الوحيد طبعا للكومانزوز رجال كره اليد اللي فازوا على الاهلي 34-28، و دول رجاله وعادتهم رجاله وهم كده مولودين رجاله ومتربيين في بيوتهم رجاله، ربنا يديهم. مع ان برضو حزننا امبارح بخبر بتاع سيف الدرع اللي اداره الزمالك سابته كده لحد ما وقع بالاحتراف الفرنسي. على كل حال هو معانا لحد نهايه الموسم، ولكن من ضمن الاخطاء اللي ترتكبها الاداره الحاليه هو اللي بيحصل في الالعاب الاخرى. يعني نتائج مؤسفه
كرة اليد انا خايف تنهار بعد الدرع يمشي وبعض اللعيبه ممكن يمشوا، فمحتاجين من مجلس الاداره كله انه يتجمع ويتحد لانقاذ الرياضه في الزمالك. ندخل على الفريق الاول لكره القدم الذي خرج من البطوله الافريقيه، بيستعد دلوقتي لمباراته مع بترو اتلتيكو الانجولي، مباراه تحصيصها حاصل. النهارده كان في تمرين شاهد انتظام الكابتن حازم امام اللي شارك في التدريبات الجماعيه، فيريرا قاد التدريبات وكان بيحاول يواجه اللعيبه لانهم يكونوا بشكل طبيعي، نفسيتهم كلهم طبعا زي الزفت وحالتهم زي الزفت، قال لهم حاولوا تكونوا بشكل طبيعي وانا هحاول اتدخل مع الاداره ان انا احل المشاكل. محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق عنده برنامج تأهيلي بسبب الإصابة اللي بيعاني منها في عضلة السمانة، عمل تدريبات في الجيمنازيوم. بقية الفريق عملوا تقسيمة فنية في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، الحمد لله إنه وصلها بعد الانتخابات. عملوا جمل خططية وتكتيكية، لكن كل الناس اللي شافت التمرين قالوا إن لعيبة الزمالك نفسيتهم زي الزفت. الزمالك بيستعد لخوض مباراته مع بترو اتلتيكو الانجولي في المرحله الخامسه من دوري المجموعات. لعيبه الزمالك اتعمل لهم مسحه طبيه جميعا اليوم، ربنا يا رب ياكد سلامتهم تحت اشراف الدكتور محمد اسامه رئيس الجهاز الطبي وفقا للبروتوكول المتبع قبل السفر لانجولا. الباسه هتسافر يوم الخميس الجاي وان شاء الله يروحوا ويرجعوا بالسلامه، واهم حاجه عندنا سلامه اللعيبه وسلامه الناس. نقطه كده سريعه عايز اقولها في السريع واللي يفهمها يفهمها واللي ما يفهمهاش ما يفهمهاش. تم الزج باسم الدكتور محمد اسامه وهو شخص محترم جدا، وتم الزج باسم كابتن اسامه نبيه وهو شخص محترم جدا في بعض الحاجات، وهناك الجهه دي محترمه جدا في الدوله عملت اتصالات بالناس محترمه جدا في إدارة الزمالك وبين الجهاز الطبي وفي الجهاز الفني، وتم التواصل مع بعض اللعيبة للسؤال حوالين ما تردد بالكذب إن في لاعب اتمسك من نادي الزمالك مع إحدى بقعات الهواء، والجميع شهدوا إن الكلام ده ما حصلش، وفي أشخاص قالوا طلبوا بالاسم قالوا مات يعني أرجو إن يكون التحقيق ده سري عشان احنا مش عايزين نتعرض للسباب والشتائم من بعض الاشخاص لو عرفوا ان احنا ادلينا بشهادتنا بحياديه تامه لوجه الله. فانا برضو في نفس الوقت بقول لجمهور الزمالك وبقول لكل الاعلاميين المحترمين ما تحاولوش تضغطوا على بعض الاشخاص حاليا. وفي ناس سجلت طبعا، انا عارف ان في ناس اتصلت بناس كان لها زج باسمهم بالكذب في هذه الموضوعات وسجلوا لهم ان هم بيشهدوا ان الكلام ده ما حصلش ابدا ابدا ابدا. انا بقول ما حدش يزعل الحاجات دي وما حدش يجيب اسماء الناس دي، سيبوا الناس بتاكل عيش دلوقتي لحد ما ربنا يكتب امر يكون هو شايفه في الخير، لان كل الناس دلوقتي مرعوبه من عمليه الشتايم والسب والقصف. عارفين الكابتن محمود علاء عمل تصريحات تلفزيونيه قال فيها ايه؟ محمود علاء مدافع الفريق، له ما له وله ما عليه، ما حدش يكتب لي تعليق ولا حد يطلع لي زي الفرقان لوز، ما هو خصله كان وحش، ما هو كان بتاع. احنا لما بنتكلم على الاخلاق ما بنتكلمش على الكوره، لما بنتكلم على فنيات الكوره ما بنتكلمش على الاخلاق، فرق ما بين الاخلاق وما بين فنيات الكوره. ما ينفعش ان اللعيبه يسبوا بهذه الطريقه. فبقول لكم كابتن محمود علاء قال في تصريحات مسجله تلفزيونيه عايش حاله من الاكتئاب منذ مباراه الوداد في دوري ابطال افريقيا. هناك شتائم لا أحد يستحملها من بعض الأشخاص الذين يتواجدوا في المدرجات وسط جماهير النادي في مباراة الدوري الأفريقي. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ في ناس بتدخل ناس في الماتشات، وفي ناس قاعدة ناس في مكاتب تبعت اسات وشتائم وإيميلات لزعزعة استقرار الفريق. تقول لي ده بقى في الإدارة، تقول لي ده حد مدسوس من النادي المنافس، تقول لي دي ناس واطيه، اقول لك مش شغلتي، دي شغل تحقيقات اجهزه رقابيه عليا في الدوله، دي شغل اداره الزمالك لو عايزه تبرئ نفسها، ده شغل اي حد محترم ان هو يشوف مين اللي بيعمل كده في ولاد نادي الزمالك ويخلي الدنيا هيجي عليهم وتشتمهم حتى اثناء المباريات. الراجل بيقول لك
شتائم لا احد يستحملها من بعض الاشخاص الذين يتواجدون. وصلت الموضوع ان انت مش قادر تستحمل. احنا عارفين المثل بتاع الايه، لما تكون ماشي الكلب هو عليك، استحاله هو عليه، كل الناس عارفه كده، وما شتمك الا اللي مش عارف ايه، واللي بيشتم بيشتم نفسه الكلام ده. بس لما لاقى يقول لك لما تستطيعش ان انت تتحملها، اعرف الناس القذره دي. امبارح انا سمعتكم الفيديو بتاع الدوكش، وهو بيقول لك ان في 20 واحد كانوا موجودين شغالين على اللعيبه، حتى الجمهور التاني قعدوا يزعقوا ويتخانقوا معاهم. يعني يا جماعه، في ناس بتستخدم لغه الارهاب ولغه السب والقصف ولغه الشتايم من اجل ارهاب الاخرين. واعتقد ان الدوله فاهمه وواعيه، وان شاء الله تنظف الموضوع. بس ليه بقى جمهور الزمالك بيتجرجر وراء بتاع؟ ليه الناس كلها بتبقى عايزه تبقى سبابه ولعانه؟ ليه الناس عماله عايزه تطعن في سنسفيل اللعيبه؟ بس اللي مش عاجبك اللعيب ما تتفرجش عليه، مش عاجب مجلس الاداره يمشي. هو ما فيش عندكم لغه غير السب والطعن والقصف؟ يعني اللي عندهم دم ماتوا، الملك بيقول لك اللي اختشوا ماتوا، ده ماتوا شبع موت. نشرب شويه شاي ونكمل معاهم. يقول لك عودة هذا الرجل أولى خطوات التصحيح في الزمالك. من هذا الرجل؟ هذا الرجل العظيم هو الكابتن إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، اللي ارتقى لنفسه كل الهدوء وباعد وراح اشتغل في نادي زد، ولكن بعد أن ساءت الأمور داخل قطاع الكرة في نادي الزمالك، وطلب قيادات داخل مجلس إدارة بعودة إسماعيل يوسف، وفرضوا أمرهم في ظل الأخطاء المتكررة من الأشخاص التانيين. فاليوم تم اتفاق بين مرتضى منصور مع الكابتن إسماعيل يوسف على عودته، وإنه هيشتغل في جهاز فيريرا كمدير للكرة. ونادي زد وافق على إن إسماعيل يوسف ينتقل، ووجه الشكر للكابتن إسماعيل يوسف، وإدارة الزمالك وجهت الشكر ل نادي زد، وشيء رائع جدا وعمل محترم جدا 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 بين الطرفين. مبروك عوده الزملكاوي النظيف الجميل اللي لعب كوره في قطاع الناشئين في الزمالك، ولعب كوره في الفريق الاول، ولعب كوره دولي ومثل مصر، وكان نجم كبير وفاهم كوره ومعجون كوره، انه يبقى مدير الكوره. وده اللي احنا عايزين نشوف ولاد الزمالك اللي معجونين كوره هم اللي بيديروا الكوره. مبروك كابتن اسماعيل يوسف، ومبروك لكل الزملكاويه المحترمين. اتحاد الكرة بيرشي الزمالك، الكلام ده حقيقي ولا مش حقيقي؟ نقرا مع بعض ونقول مع بعض، وحضراتكم لكم التعليق. دلوقتي المستشار مرتضى منصور ملأ الدنيا صراخا، واحنا عجبنا الموضوع ده، يعني احنا اشدنا بيه، انه ما فيش لعب كاس مصر السنه دي غير لما يتلعب بتاع السنه اللي فاتت، وقال لهم مش لازم يتلعب بتاع السنه اللي فاتت. فيقوم اتحاد الكرة يقوم بعت رساله لنادي الزمالك امبارح ويقول له ايه؟ يا نادي الزمالك، تحب تلعب كاس مصر السنه اللي فاتت ولا نلغيها وتلعب بطوله السوبر المصري امام الاهلي في الامارات؟ نلغي كاس مصر السنه اللي فاتت وتلعب، يبقى انت والاهلي بس بتلعبوا السوبر في الامارات. واضح ان الموضوع عجب اداره الزمالك قوي، فمرتضى منصور نزل كلامه بتاع الكاس مصر اللي ده، وقال لك ايه؟ القرار للمدير الفني، هو صاحب القرار النهائي فيما يخص الفريق، سواء في تحديد المعسكرات او المشاركات او الصفقات. يعني رد غريب جدا، حضرتك اللي بتعمل كل حاجه، بتوقف لعيبه وتشيل لعيبه وبتعمل وتفاوض وتجيب، جت في دي هتديها للمدير الفني؟ طب كلام حضرتك اللي اقسمت بيه 100 يمين ان مش هنلعب كاس مصر غير ما نلعب، افرض المدير الفني قال لك اه نلعب السوبر، هتلغي حلفانك و100 يمين زي كل الحاجات اللي انت وعدت بيها وما نلعبش كاس مصر او يتلغي كاس مصر عشان الرشوه اللي بيقول لك اتحاد الكوره؟ انت عارف ان لو لعبنا كاس مصر السنه اللي فاتت وكسبناه نبقى احنا بطل الدوري والكاس؟ عند حضرتك المعلومه دي ولا مش موجوده؟ طب لو مش موجوده احنا بنقولها لك، ان احنا كاس مصر بتاع السنه اللي فاتت احنا واخدين الدوري، فهنبقى بطل الدوري، بطل الدوري وبطل الكاس. يعني ما فيش حد بيمن عليك ان انت تلعب السوبر المصري، انت كده كده هتلعب السوبر المصري امام اي حد، لانك انت بطل الدوري. انا مش عارف الناس اللي قاعده على كراسي نادي الزمالك دي مش عارفه حاجه، بتضحك عليهم فجاه يتبصلهم حته رشوه يصدقوا. يا عم الاستاذ، يا عم الباشمهندس، يا عم احنا ابطال الدوري. ف
فمن حقنا غصب عنهم نلعب كاس السوبر في الامارات، وانت حلفت 100 يمين و100 بتاع انها ما يتلعبش غير ده. يعني ارجو ان كلامنا ما ينزلش الارض، وارجو ان اتحاد الكره يبطل الصفقات الواطيه دي اللي بوظت الكره المصريه. الاتفاق السعودي يفاوض مهاجم الزمالك. اذاعه شمس اف ام التونسيه كشفت ان المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك مطلوب في نادي الاتفاق السعودي. عارفين نادي الاتفاق بيدربه باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي، وبعد الخلافات اللي حصلت بين اداره الزمالك وسيف الجزيري هداف العرب بدات المفاوضات. طبعا الجزيري مقدم شكوى في الفيفا دلوقتي، و 900% اذا لم تقل اداره الزمالك بسرعه تحط له الفلوس. للاسف هيتفسخ العقد ويروح اي نادي تاني. فنتمنى يا رب ان اداره الزمالك تصحصح اللي بيحصل، وحكايه نادي الاتفاق ده اللي عمال ياخد كل حاجه من نادي الزمالك. طيب كان في رساله من تونس قبل ما ادخل لكم في قصه نادي القرن، عايز احكي لكم على تفاصيل جديده في موضوع نادي القرن. في رساله من تونس حوالين موضوع سيف الدين الجزيري ومشكلته، نسمعها مع بعض ونكمل حديثنا وأخبارنا الساخنة القادمة. أفتح الصوت بس معلش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية للجميع. هناك عديد الأخبار تهم اللاعب الجزيري، هناك خلافات كبيرة مع إدارة النادي، واللاعب تحصل على عديد العروض لدى وكيل الأعمال الآن. وصرح وكيل أعمال المصري السيد رشدي بأن بعد تصفية كأس العالم سيدخل في مفاوضات رسمية. ما معنى سيدخل في مفاوضات رسمية؟ يقول أن السيد يعني رئيس النادي مرتضى منصور لا يريد تفعيل الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب الجزيري. نتمنى أن من إدارة نادي الزمالك اللخبطة أن نتغلب عليها، يعني على الأقل إما يستفيد نادي الزمالك من الصفقة، أو اللاعب يكون يعني متحصل على كامل مستحقاته، لأن القانون واضح لا نريد يعني أخطاء كما وقعت في السابق. يعني في قانون الفيفا شهر واحد أو شهر ونصف يستطيع اللعب، وليس شهرين أو ثلاثة، يستطيع اللعب أن يفسق عقدا من جانب واحد، وهذا ما لا نتمناه. طبعا نتمنى على الأقل لو اللعب يعني معروض للبيع أو لديه عروض أو يستطيع تفعيل الشرط الجزائي، أن يكون يعني نادي الزمالك يستفيد من الصفقة. هناك العين الإماراتي وعديد الفرق الأخرى، وتبين رسميا وأن العلاقة توترت جدا بين الإدارة واللاعب الجزيري الذي صرح يريد تغيير الأجواء. ونتمنى من السيد مرتضى منصور يعني عاد إلى نادي الزمالك، أعتقد جمهور يطالب منه يعني لم شمل الفريق وليس تشتيت يعني الفريق. هذا يعني خبر مؤكد، العروض موجودة، اللاعب لديه مشاكل مع الإدارة. نتمنى يعني لم شمل نادي الزمالك في القريب العاجل سهرة ممتعة مع المبدع على الدوام الجريء تي في. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أستاذنا الكبير أستاذ جلال المسلوسي من تونس، كل التحية والتقدير لحضرتك ولا جماهير نادي الزمالك في تونس. بصراحة هو بيتكلم كده، أنا قعدت أفكر، وإدارة الزمالك دلوقتي علاقتها بمين في اللعيبة كويسة؟ بيشيفوا شيفو محترم ومن الناس ومتربع عارفينه من زمان، حازم امام اللي راح يوقع وما وقعوش معاه لغايه دلوقتي، مين ايه اللي حصل ده؟ ايه التفتيت اللي حصل ده؟ هو التفتيت اللي حصل ده بسبب ان مستشار مرتضى منصور طلع وقال على المايك انا يوم الخميس اللي هيجي هيوقع عندكم للساعه 12 ل 2 ومحدش راح، لا يوم السبت، لا دول قاعدين بيتفاوضوا مع امير، لا ده جانب فيديو، طلع كل الكلام ده فنكوش. فعشان طلع كل الكلام ده فنكوش نقلب الدنيا على اللعيبه. يا اخوانا يا اهلنا، اللي بيدير
لازم يكون يملك حرفة الإدارة، مش حرفة السب والقصف والطعن وتشغيل الشمشرجية يشتموا هنا وهناك. يدير الأب الروحي لكل اللعيبة، تلمهم حتى إذا أخطأوا، تلمهم حتى لو هم ما فيش ثقة في حضرتك عشان أنت وعدتهم أوقات كتير وما نفذتهاش. أما عشان أنا ما ببقاش شكل صغير قدام الناس في كلام ووعود قلتها وطلعت مش عارف أنفذها، أحول الناس كلها لسبابة ولا عارف اللعيبة، إيه الفايدة؟ هنخسر جيل كامل من اللعيبة. طب أنا بقول لكم أهو، واللي ياما بينا كلام مرتضى منصور بأن هنلعب ب 2003 مش هيحصل، كلام مرتضى منصور إن مش هيتجدد للعيبة دي كلها مش هيحصل، في لعيبة هتجدد ولكن عن طريق عن طرق تانية، أو مش عايز أقول اللي ممكن يحصل، أو يعني الإدارة ظروفها تتحسن وتملك القدرة على إنها تجلس تتفاوض مع اللعيبة ويكون عندها فلوس في الخزنة حقيقية مش كلام على المايكات، ساعتها ممكن يحصل ويكون في ثقة متبادلة. أما ده أنا أحلف 100 يمين إن دول مش هيلعبوا في نادي الزمالك، والله هيلعبوا في نادي الزمالك، فيهم على الأقل نصهم قاعد والباقي اللي حاسوا بإهانة ماشيين، والسبب هو المايك اللي خلاه يتورط في وعود ما قدرش ينفذها فأعلن الحرب على الناس، وده شيء خطأ جدا. وإحنا بنقول له يعني مش عارف، أنا مش عارف الناس كلها بتحبك يا مرتضى منصور، ليه كل يوم تخسر ناس؟ ليه كل يوم الناس ما بقتش عندها ثقة؟ حتى اللي من أشد المؤيدين ليك بيسمعوك وبيقول لك هو إيه، هو أسلوبه كده بيخوف الناس التانية زي ما كان ايام عضو مجلس الشعب، ومش مشكله القواضي بس ايه يخلي الناس تحس ان عندنا، تقول لهم طب الحقيقه يعني إيه؟ مش مرتضى منصور لما بيطلع كل شويه على المايك ده غلط، يقول لك اه غلط. طب مرتضى منصور لما يقول لك ان في لعيبه اتمسك مع بعض ده غلط، يقول لك ده غلط. مرتضى منصور لما جاب يشتم في اللعيبه ده وده 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 ده غلط، يقول لك اه ده غلط. طب مرتضى منصور لما يقول لك كل حاجه غلط، بس انا عاجبني فيه اللي هو بيطلع يقعد يخبط، يا سيدي خبط في اعداء الزمالك. انا مش عايز انط الاحداث لان في موضوع صادم مرتضى منصور مش عايز اقرب منه خالص، هقول لكم عليه بعد قليل. نيجي لموضوع الناس المغيبه اللي عماله تقول لك النصر السعودي اوقف التعامل مع ابو جبل مش جدد له، بيشوف ناس بتالف وتضرب اخبار وغير حقيقه. النهارده طلع نواف المهدي الوكيل السعودي للحارس محمد ابو جبل وقال بكل صراحه وبكل وضوح، فضح الناس كلها، قال لهم ايه حكايه الموضوع، وطلع في قناه سي بي سي السعوديه وقال ابو جبل لديه عروض من انديه سعوديه كبيره من بينها نادي النصر اللي متمسك باللاعب، هو حتى الان لم يوقع لنادي النصر ولكن نادي النصر متمسك بيه، وقال ان احد الانديه السعوديه الكبيره يرغب في ضم ابو جبل، وهو النادي الكبير ده من ضمن الاربعه الكبار، مش عايز يقول اسمه يعني، ما بقاش النصر بس، بقى النصر وبنادي كبير من ضمن الاربعه الكبار، وقال اللي فيه شرح وقال فيه انديه كتيره طالبه ابو جبل. يعني انا مش عارف اللي بيتعمل ده حتى ممكن يخلي ابو جبل يروح النادي الاهلي، والنادي الاهلي هيموت على ضفر ابو جبل. انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا بتهدوا نادي الزمالك بمعاول سريعه اشد اعداء نادي الزمالك ما يقدرش يعملها. ايه يعني ايه لازمه السب والقذف والطعن؟ يعني في حاجه اسمها اب وابنه، تعالى يا ابني اقعد معايا، ايه المشكله؟ التاني يقول له انت وعدتنا ان هناخد فلوسنا القديمه ما خدناهاش، ناخد الفلوس الاول ونقعد، زي ده طلب اشرف بن شرقي على فكره، لكن طلب اشرف بن شرقي ادوني الفلوس وبعدين نقعد نتكلم في الجديد، يقولوا لا تعالى نلم كله على بعضه. يعني على كل حال، ما يعني مش عايزين نصحى من النوم نلاقي ابو جبل ماضي في النادي الاهلي المصري، وده بسبب السب واللعن والطعن بتاع الجماهير. والنادي الاهلي بقى اتذكر اللي يقدر يقف قدام اعلامه قدام جمهوره قدام السوشيال ميديا بتاعته، ان هم متحدين، احنا منقسمين، احنا البيت الزملكاوي منقسم على نفسه ل 100,000 حد، وده بسبب اللجان الاعلاميه، وده بسبب الفاشلين اللي ما بيعرفوش يشتغلوا وبيطلعوا الناس تشتم في الناس. فيا جماعه ما تذبحوش ولادكم للمره الاخيره المره المليون، وما تندموش على اللي بيتعمل في نادي الزمالك، لان لو جبت اشد اعداء نادي الزمالك قلت له تعالى غرب للفرقه وطفشها بسرعه مش هيعمل اللي بيتعمل دلوقتي. واحنا ده احنا لما راح مننا ساسي كنا بنقول اللي طفش ولا ايه اللي ما ساسي، دلوقتي احنا واخدين الكل، يلا بيد، ما احنا لازم نطلع ان احنا كره وسودا وما نتكلمش. المهم اتكلمنا امبارح واول امبارح على التصريحات بتاع زوجة موسيماني، وانا قلت للمستشار مرتضى منصور كان خطا ان انت تقول الكلام ده،
ويجب يبقى في تحري حقيقة في الكلام. علمت إن في اتجاه خطير في الموضوع ده، وفي اتجاه تاني زوجة موسيماني بتعمله، معرفش أثناء التسجيل طلع البيان هيطلع بكرة، زوجة موسيماني وإدارة النادي الأهلي وبيتسو موسيماني والشركة اللي بتسوقهم عملوا اجتماع تقرر فيه اتخاذ عدة إجراءات، مش هتكلم عليها بقى، هم حرين في إجراءاتهم. والإجراء التاني إن هيطلع في خلال ساعات بيان للرد بتكذيب تصريحات الأستاذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ومطالبته بعدم التدخل في أمور النادي الأهلي. الشركة اللي بتتولى تصوير ويتسو موسيماني وزوجته مش عاجبهم الموضوع، وعايزين إن الموضوع يتحول إلى الفيفا. يعني أنا مش عارف الموضوع هيوصل لحد فين، كلام طلع ملوش أي لازمة في أي وقت. يعني على كل حال، إن هو في خلال ساعات هيبقى في بيان رسمي من زوجة موسيماني ومن الشركة لتجذيب كلام مستشار مرتضى منصور، وهذا يعني كنتش أتمنى يبقى كده. يعني خلينا نصلح داخل البيت بدل ما إحنا عمالين نخرب بره. في موضوع عايز أتكلم فيه ونختم بيه حديثنا الليلة، لسه كمان في تصريحات مرتضى منصور. طيب اقول لكم بسرعه تصريحات مرتضى منصور وبعدين نختم الموضوع بتاع النادي القطري. مرتضى منصور معرفش بقى طلع الفجر ولا طلع امتى، لان بقول لكم لحد الصبح الناس قالت لي ما الحمد لله ما كانش بيتكلم. قال اتكلم سريعا كده تصريحات ناخد كده نقط منها، ان قناه الزمالك هيبقى فيها برامج جديده، خالد الغندور اعتذر له والموضوع خلص، وده شيء كويس جدا طبعا، وهيستمر في القناة. القناة هتشهد لا ملوش لازمة ان انا اقول بطنشه بطنشه عشان يضحك. كلم نفس الكلام اللي قاله قبل كده، الزمالك لما استلموا 3 فرق مجموعات، ودلوقتي في انضباط داخل الفريق، لمح على بن شرقي ونجم ان هم بيعملوا حاجات زي حاجات عفاريت موسيماني، ما اعرفش مش قادر افهم افعال موسيماني عفاريته وافعال مش قادر افهم يفعلونه من الخروج على الاخلاق، حاجات زي كده، والكرة بتصطدم بالعرض، كلام مش لا منطقي ولا مفهوم. اللي سمعه كويس وفهمه يا ريت يكتبوا لي في التعليقات. اتكلم على ابو جبل وقال ان هو كان عايز اجتماع معاه، وقال له اخويا في السكه وانا انتظرته، ولكن فوجئ ان ابو جبل بيصرف صورته مع الوكيل السعودي، على فكره عادي ان هو يبقى له وكيل سعودي، يعني مش مشكله. هل نحن ليس رجال ولدينا اموال لما تهينوا بلدكم من اجل اموال الانديه السعوديه؟ ده الكلام اللي قاله ابو جبل. وقال لو كنت اتخذت قرار عدم تجديد اللاعبين كان سيتم الهجوم علي، ولكن انتظرت عقب مرتضى الوداد. برضو كلام يعني عايز اشوف حاجه مهمه. طارق حامد، بالنسبه لطارق حامد، الهجوم على طارق حامد لاعب الفريق في ظل الازمه التي ظهرت مؤخرا بسبب تاخر تجديد اللاعبين، وقال ان احد الاعلاميين كذبني بشان طارق حامد، وانا عرضت على حامد 25 مليون جنيه وكنت اريد كشفه، بيقصد طبعا الاعلامي هاني حتحوت، وقال له جلسة التفاوض مع طارق حامد كان في بيتي، ولكني بسأل الاعلامي هل انت المتحدث الرسمي لطارق حامد؟ وقال له لو طارق لو كلامك صحيح ليه طارق حامد ما عملش مداخله معاك؟ حضرتك عارف عن الاستشاره ان طارق حامد واللعيبه ممنوعين ان هم يعملوا مداخلات حاليا الا باذن منكم، ولا كل حال. بس طارق حامد انا يعني انا واشخاص اخرين تاكدوا ان الكلام ده ما حصلش. وطارق حامد على فكره يا جماعه، لو انا لو قلت حاجه دلوقتي الناس اللي هياخدوها، خلي مفاجات. طارق حامد هيثبت لكم ان هو راجل وسيد الرجال، واطمنوا طارق حامد طول عمره راجل، وسيبكم الكلام ده. الكلام ده ضغط على اللعيبه، طارق حامد راجل وسيد الرجال، افهموه بقى زي ما انتوا عايزين، وهيفرحكم وهيتمنوا يفرحكم وهيظل يفرحكم، وسيبقى للابد رمز من رموز نادي الزمالك. اللي يقدر يفهمها بقى يفهمها، اللي ما يقدرش معلش عذرا مش هقول اللي ما تم الاتفاق عليه، لان
مش عايز الناس تطلع تتاجر بالكلام ده. نيجي الموضوع مهم. للاسف شاهد اعضاء نادي الزمالك والعاملين بنادي الزمالك وناس كتيره ان اداره نادي الزمالك بتدي تعليمات بازاله لافتات نادي القرن. كان في بعض لافتات نادي القرن موجوده، يمكن احنا ايام مجلس لبيب حاولوا يشيلوها، هاجمناهم بشده وبدراوه. للاسف مجلس مرتضى منصور الان قرر ازاله لافتات نادي القرن. ليه قرر ازاله لافتات نادي القرن؟ لان في قضيه في المحكمه الاقتصاديه يوم 27 الجاي، ويقال ان الزمالك هي عن يعني ممكن يتحكم عليه ب 50 من مليون، من 50 ل 60 مليون لصالح النادي الاهلي. سؤالي باختصار كده، هل المستشار مرتضى منصور اسد نادي الزمالك؟ رفع الرايه البيضاء بالنسبه لقضيه نادي القرن. انا بقارن باللي حصل ده باول مؤتمر صحفي ليه، لما قال له احد الصحفيين قال له في المؤتمر والموضوع مسجل والفيديو موجود، قال له قضية نادي القرن، قال له أنت عايز تتجمد وتقعد في البيت؟ هل القصة فيها تنازلات للدرجة المؤسفة دي؟ أرجو ننتظر بقى النهاردة المستشار مرتضى منصور يطلع على قناة الحدث، على قناة الشمس، على قناة سيد علي، على أي قناة، على قناته، على صفحته، ويكلمنا في موضوع نادي القرن. هل أنت تنازلت عن أهم حقوق نادي الزمالك ورفعت الرايه البيضاء للنادي الاهلي في قضيه نادي القرن؟ هل انت الذي امرت برفع اللافتات الامس واليوم من على اسوار نادي الزمالك؟ هل انت بعت قضيه نادي القرن؟ اتمنى ترد، بدل ما ترد وتقعد تشتم في ده وتشتم في ده وتشتم في ده، رد على النقطتين دول، رد على النقطتين دول الله يخليك احسن. ده شيء يعني ايه مؤلم جدا. انا عارف المستشار مرتضى منصور هيطلع يشتم ويشتم 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 ويتوهك على الموضوع ويقول لك قابض من ده وقابض من ده وقابض من ده وقابض من ده، والمرتجي والعرب والعتال والشمام والبتاع ولا ويسيب الموضوع الرئيسي. لا، احنا بنقول له سؤال محدد، هل حضرتك بعت قضيه نادي القرن؟ والله لو ما بعتها جمهور الزمالك هيتنوا بيثق فيك، لو طلعت بعتها يعوض ربنا على هذا الزمان. بحبكم من قلبي وراكم على خير، وما تزعلوش يا جماعه من الصراحه، احنا دي طريقتنا في حب نادي الزمالك. هتلاقي كل الاعلام منبطع وكل الناس بتطبل وبتصفر ونايمه على بطنها الا قناه الجريء، قناه الرجال، قناه الاصول، قناه المحترمين اللي يطلع بيتكلم في هذا التوقيت بكلمه الحق هو الرجل الشريف اللي يخاف من الشتيمه او يتهدد او يبلطج أو يستخدم لغة الإرهاب لإرهاب الآخرين. ثق إن الله فوق الجميع، الله فوق الجميع، الله فوق الجميع. أراكم على خير يا أجمل ناس فيكم.